هذه مدينة ماتلا في المحافظة المستبصرة لنكا. الناس يعطون لي حوائجهم. هذا الطريق إلى مدينة كاندي. الطريق الذي جاءنا الآن هذا طريق آخر يأتي من مدينة كاندي. هذان الطريقان يلتقيان في مدينة ماتلا. هناك محطة البريد تشاهدون الآن. هذا الطريق طريق الرجوع من مدينة دمبلة. هذا الطريق يتجه إلى مدينة دمبلة. نحن الآن في مدينة ماتلا. مدينة تاريخية. المحلات التجارية للبوذيين والمسلمين والهندوس والمسيحيين. تجدون هناك محلات تجارية لملابس الأطفال ومحلات لبيع الجوالات ومحلات الخضر وما إلى ذلك.